تعليمات بنستخدمها عشان نبين عدد مرات تكرار الفيرب، عشان نبين عدد مرات تكرار الفيرب. لو الفيرب ده او الحاجة اللي بنعملها بنعملها كل يوم كل يوم، بنستخدم مين؟ مين هي دايما؟ Always. always. لو الحاجة دي بنكررها دايما فبنستخدم دايما always. طب لو الفيرب ده بنكرره بس مش بنكرره كل يوم، لو الفيرب ده بنكرره بس مش بنكرره كل يوم، usually usually usually. طيب ظروف التكرار مكانهم فين في الجملة بتاعتنا؟ بعد السبجكت، after subject. يعني الأول نحط السبجكت بتاعنا وبعد كده نحط ال adverbs دي اللي هي ظروف التكرار. طيب تعالي نعمل واحدة تانية. يلا، ايه اللي تحت usually؟ يعني always بنعمل الحاجة دي كل يوم، usually بنعملها بس مش بنعملها كل يوم. في بقى حاجة تانية اسمها often. اسمها مين يا ماسة؟ often. يعني ايه بقى often؟ often يعني بنكرر الفيرب ده بس مش بنكرره كتير، بنكرر الفيرب ده اسمها غالبا، بنكرر الفيرب ده بس 3 times، 3 times في الويك في الاسبوع، لان دي اسمها often غالبا. يبقى اكتر واحدة فيهم مين؟ اكتر واحدة فيهم مين بنكرر الفيرب بتاعنا؟ always. مين اللي بعد always اللي تحتها؟ مين اللي بعد always اللي تحتها؟ usually. usually عادة. مين اللي after usually؟ مين اللي بتيجي بعد usually؟ غالبا often. غالبا often. غالبا often يعني بنكرر الفيرب ده بس مش بنكرره على طول، بنكرره قليل شوية صغننين. يبقى تاني دول اسمهم مين؟ ظروف التكرار. بيعملوا لنا ايه ظروف التكرار؟ بيعملوا لنا بيبينوا لينا عدد مرات تكرار الفيرب. بيبينوا لينا ايه يا ميسا؟ عدد مرات، عدد مرات تكرار الفيرب. لو الفيرب ده بكرره على طول على طول على طول، دايما always. لو الفيرب ده بنكرره بس مش كتير قوي، usually. طب لو الفيرب ده بنكرره بس مش بنكرره كتير، الى اقل من usually، often. التي هنا مش بنقولها، often. طيب لو احنا بقى بنكرر الفيرب ده، تعالي نعمل جملة. يلا، انا عايزة اقول انا غالبا بتفرج على التلفزيون، يعني مش اوقات كتير بتفرج على التلفزيون. هقولها ازاي؟ اي اي اوفن واتش، يعني اشاهد. اي اوفن واتش تي في، يعني انا غالبا اوقات، اهو اوقات بتفرج على التي في. فبنستخدم اوفن. ظروف التكرار بيجوا after subject، يعني بعد الفاعل بتاعنا، بعد السبجكت بتاعنا. طيب تعالي بقى، لو احنا بنكرر الفيرب ده بس 2 times a week، 2 times بس، يعني مرتين بس في الاسبوع بتاعنا، يعني بنكرره بس بنكرره قليل، بنكرره يا ماسة بس بنكرره ايه؟ قليل. بنستخدم مين بقى؟ بنستخدم احيانا sometimes، احيانا sometimes، احيانا sometimes، احيانا sometimes، sometimes، sometimes. يبقى sometimes بنستخدمها لو انا بكرر الفيرب ده بس بكرره وقت قليل، وقت قليل قوي، عشان كده بنقول sometimes. طيب احنا بناخد كم مرة في الانجليش في الاسبوع؟ مثلا بناخد 2 times، مرتين، مرتين بس في الاسبوع. يبقى نقول I sometimes، I sometimes، I sometimes study English، study English يعني بدرس انجليش احيانا.
عشان لما بناخد الليسن بتاعنا ف I sometimes study English. بنحط ظروف التكرار فين؟ بنحط ظروف التكرار عندنا قبل الفيرب، قبل الفعل بتاعنا، بنحط ظروف التكرار قبل الفيرب بتاعنا. يبقى I sometimes مرات لو الفيرب ده بكرره دايما دايما، بنستخدم مين لو الفيرب ده بكرره دايما؟ دايما always. لو الفيرب ده بكرره دايما، طب لو الفيرب ده بكرره بس مش كتير قوي، عادة usually. طب لو الفيرب ده بكرره بس بكرره شوية صغننين، غالبا often. طيب اقل من often بكرره بس بكرره قليل قوي، احيانا sometimes. sometimes في بقى اخر واحدة عندنا من ظروف التكرار اسمها ابدا، يعني مش بنكرر الفيرب ده ولا يوم من ايام الاسبوع، فبنقول عليها never. ولا يوم من ايام الاسبوع بنقول عليها ايه؟ ابدا never. ابدا never. قولي يا ماسة ابدا never. ابدا never. ابدا never. يبقى ظروف التكرار هي كلمات بنستخدمها عشان نبين عدد مرات تكرار الفيرب. لو الفيرب ده بنكرره كل يوم بنستخدم دايما، لو الفيرب ده بنكرره بس مش كتير قوي احيانا، بعد احيانا اللي اقل منها often، اللي اقل من often sometimes، واللي اقل بقى واحدة فيهم اللي مش بنكررها ابدا ابدا never. بنحط فين ظروف التكرار دول؟ بنحطهم after subject، بعد الفعل بتاعنا، بعد الفعل بتاعنا وقبل الفيرب بتاعنا، يعني في النص، في رقم 2 في الجملة number 2. طيب تعالي بقى نتعلم مع بعض دلوقتي سؤال اسمه كم مرة. هنتعلم سؤال اسمه ايه يا ماسة؟ كم مرة. سؤال كم مرة بيقول لنا عايزين نسأل عن عدد مرات تكرار الفيرب. احنا عايزين نسأل بقى كم مرة ماسة بتتفرج على التلفزيون، كم مرة احمد بيذاكر انجليش، كم مرة سارة بتساعد مامتها. فاحنا عايزين نسأل سؤال اسمه كم مرة. طب يعني ايه كم مرة؟ كم مرة معناها how often. السؤال بتاعنا اسمه ايه ماسة؟ كم مرة. how often. كم مرة. how often. كم مرة. how often. كم مرة. how often. بتعمل لنا ايه بقى كم مرة؟ بتعمل لنا ايه السؤال how often؟ بتسأل عن عدد مرات تكرار الفيرب. هي مش بتبين لنا عدد المرات، لكن هي بتسأل عن ايه؟ بتسأل عن ظروف التكرار، يعني بتسأل عن عدد مرات تكرار الفيرب. الفيرب ده بتكرره كم مرة؟ بتسأل هي. طب ازاي بنكون السؤال بتاع هاو اوفن؟ اول حاجة بنبدأ بهاو اوفن. بنبدأ بمين اول حاجة في السؤال بتاعنا؟ بهاو اوفن. يعني ايه هاو اوفن؟ كم مرة. يعني ايه هاو اوفن؟ كم مرة. بعد كده بنحط لإما دو لإما داز. يبقى ايه اللي بنحطه جنب هاو اوفن؟ طيب بعد كده بنحط السبجكت بتاعنا اللي هو الفاعل بتاع الجملة بتاعنا. بنسأل مين؟ بنسأله هو، بنسأله هي، بنسألك انت. وبعد السبجكت بتاعنا بنحط الفيرب يا ماسة، ولازم نخلي الفيرب ده في الانفينيتيف. لازم نخلي الفيرب بتاعنا فين؟ في الانفينيتيف. يعني ايه انفينيتيف؟ فاكرة يعني ايه انفينيتيف؟ ايوه. يعني ايه انفينيتيف؟ يعني سادة من غير أي زيادة، يعني no s no ed no ing، مفيش أي إضافات. يبقى نقول تاني يا ماسة، السؤال بتاعنا بيتكون من how often do or does the subject الverb في الانفينيتيف. how often do or does the subject الverb في الانفينيتيف. قال ده بيسأل عن عدد مرات تكرار الverb. بيسأل عن ايه هاو اوفن؟ عدد مرات تكرار الفيرب. مثلا هنعمل سؤال وإجابة بهاو مين؟ بهاو اوفن. عندنا ولد، عايزين نسأله، عايزين نسأل الولد ده
ونقول له كم مرة بتتفرج على التلفزيون؟ كم مرة انت بتتفرج على التلفزيون؟ يلا تعالي نسأله بقى. اول حاجة هنسأله نقول له ايه؟ How often. هنقول له how often. اول حاجة هنقول له how often. هنختار مين عشان نسألك؟ نسأله هو do ولا does لان مين اللي بياخده does؟ تعالي كده نفكر، نفكركم مين اللي بياخده does، مين اللي بياخده does ومين اللي بياخده do. اللي بياخده does هما ال he وال she وال it، واللي بياخده do I, they, we, you. اللي بياخدوا دو ال I وال they وال we وال you. طب انا هسأله هو، هسأل عليه هو. يبقى اول حاجة احط how often وبعد كده احط does. ليه اخترت does؟ عشان احنا بنسأله هو، يبقى ايه اللي نحطه بعد does؟ مين السبجكت بتاعنا؟ watch TV. لا السبجكت الاول مين اللي هنسأله؟ هي. يبقى how often does he، بعد كده نحط ايه الفيرب بتاعنا؟ watch TV. طبعا هنا الفيرب بتاعنا لازم يكون فين في السؤال؟ في الانفينيتيف. يعني ايه في الانفينيتيف؟ بدون اي اضافات، اي اضافات، نو اس نو اي دي نو اي ان جي. يبقى حطينا الاول how often، بعد كده جبنا does، بعد كده جبنا هي، وبعد كده جبنا الفيرب بلس الفيرب، بعد كده خليناه في الانفينيتيف. طب عايزين بقى نجاوب. بصي هنا هو كان بيتفرج على التلفزيون كام مره؟ بيتفرج على التلفزيون كل يوم. يبقى هنستخدم مين بقى من ظروف التكرار اللي اتعلمناهم؟ مين اللي بنستخدمها لما بنكرر الحاجه ده كل يوم؟ always. طب بصي بقى نجاوب ازاي. بنقول باي باي ل how often. يلا باي باي how often. باي باي ل does، بس ما ننساش الاس. ناخد منها مين وهي ماشيه ل does؟ ناخد منها مين وهي ماشيه؟ الاس. وننزل السبجكت. مين السبجكت بتاعنا؟ مين السبجكت بتاعنا؟ هي. ونحط ظرف التكرار اللي احنا بنقول عليه دايما. مين هي دايما؟ always. يبقى هي always. ها الفيرب بقى، الفيرب بتاعنا watch. طب احنا مش خدنا الاس من does؟ هنحط لها اي اس. عارفه ليه حطينا اي اس هنا الواتش؟ فاكره الشمس الشموسه يا ماسه؟ برافو عليك. قولي لي كده مين اللي بياخدوا اي اس؟ برافو ممتازه. مين اللي بياخدوا اي اس؟ الاس اس اس والاس اس والسي اتش والاكس اتش والاكس والاو والزي. الفيرب ده اخره سي اتش من اصحاب الشمس الشموسه. يبقى نحط له اي اس. يبقى هي اولويز واتشز تي في، يعني هو دايما بيتفرج على التي في. نسال البنوته دي ونقول كم مره هي بتنظف اوضتها. وبصي كده هي بتنظف اوضتها 2 تايمز، يعني مرتين بس في الاسبوع. يلا بقى نعمل ايه عشان نسأل بكم مرة؟ how often. يبقى اول حاجة هنسأل ب how often. how often is لا مش هنحط is. doesn't. هنحط does. doesn't. يبقى how often does does she clean clean. how often does she clean the room؟ كم مرة هي بتنظف الأوضة بتاعتها؟ how often does she clean the room؟ طب هي بتنظف 2 times يعني قليل قوي. مين هي أقل واحدة قبل never؟ أقل واحدة قبل never اسمها sometimes. اسمها إيه؟ sometimes. طب يلا نجاوب بقى. هنشطب باي باي لمين؟ باي باي لمين؟ وباي باي لمين؟ داز. بس ما ننساش ناخد منها ايه قبل ما تمشي؟ ناخد منها الاس. يبقى باي باي لهاو اوفن وداز. طيب ننزل السبجكت بتاعنا.
she. هنبدأ ب she. برافو عليكي. مين بقى ظرف التكرار اللي بيجي بعد السبجكت؟ sometimes. Please. لا استني، لازم ابين عدد مرات تكرار الفيرب. يبقى she sometimes clean. طيب نعمل ايه بقى في clean؟ ما ننساش نحط له الاس اللي اخدناها من does. يبقى she sometimes cleans the room. خلي بالك يا ماسة ان sometimes دي مش verb. ما تقوليش يا ماسة ما هي فيها اس اهي. هقولك لا يا حبيبتي، دي مش verb، ده اسمه adverb. يعني ايه adverb؟ يعني حال او ظرف. بيقول لنا، هو بيقول لنا كلمة sometimes دي وظيفتها بتقول لنا عدد مرات تكرار الفيرب clean، هي بتنظف كم مرة، لكن هي مش فيرب، فلازم الاس بتاعت الشي تتحط للفيرب ده. ده اسمه الفيرب، فهمتي؟ ده اسمه الفيرب، ده اللي بنحط له اس. يبقى how often هو سؤال بنسأله عن عدد مرات تكرار الفيرب. طب احنا عايزين نسأل بقى حد، نقول له انت، بنسألك انت كم مرة انت بتذهب الى المدرسة؟ كم مرة انت بتذهب الى المدرسة؟ يلا هنقول ايه الاول؟ How often انا بسألك انت، انت يعني ايه؟ do، هتاخد do. يبقى do you go to school. How often do you go to school؟ طب لو انا بروح للمدرسة، بروح كل يوم بس ما عدا 2 days off، يبقى نستخدم مين بقى اللي بتيجي بعد always؟ usually، عادة. يلا هنقول باي باي ل how often وباي باي لل do، وننزل you. اليو في السؤال تتحول لمين في الإجابة؟ I usually I usually go to school. هنا هنحط اس في جو؟ هنحط اس في جو؟ لا، لان انا عندي مين السبجكت بتاعنا؟ اي، واي من الفريق اللي ما بيحبش الاس.